البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنقول لكم صباح الخير لان عندنا يلاه تسعود حنا. المهم، بغيت اليوم ندير واحد الوصفه ديال الدجاج، كتجي ساهله وبنينه، ما فيها لا زيت لا حتى حاجه، وقلت غنبروفيتي باش نوريكم. المهم، انا عندي الدجاج هنايا من البارح خرجته ودرته في الملح والحامض ونظفته مزيان. عندي جوج بصلات، غنزيد بصله غنقطعها غير هكا طرونش غروسيامون، يعني ماشي مشكله لان كلشي غيطيب غيطيب. البصله اللي عندي راه غدوب، غتولي زوينه ودايبه. هاد الوصفه باقا نعقل كانت عندي ملي كنت في المانيا، كانت عندي واحد صاحبتي سوريه الله يذكرها بالخير، مسكينه، كانت سميتها منيره، وكانت كطيبها وكانت كتعجبني بزاف، يعني ساهله ما فيها حتى حاجه. المهم، عندنا دجاج خاد ولا صدور ولا صدوره، من الاحسن ماشي داك الناشف، ماشي البلون دو بولي، يكون نيت الدجاج ولا الدجاجه وتقطعوها. تزيدوا البصله، البصله ثاني على حسب الرغبه، اللي كيبغي البصله بزاف يدير البصله بزاف، هي اصلا كطيب غير فهاد البصله تاعتها، ما كيتزادش لا ما لا زيت لا حتى حاجه، غير البصله بوحدها. اللي بغى يزيد الثومه يزيدها، انا ما غنديرش فيها الثومه. المهم، انتما كي كتشوفوا البصله، غندير شويه الملح، هو هذا الدجاج غيطيب في الماء ديالو وفي البصله، في الماء تاع البصله. عندي الرز، عاوتاني الرز خرجته وغسلته مزيان ودرته في الماء يترطب. غادي ندير السبع بهارات، لي سيت ايبيس كي كيتسمى، هذه دائما ما كنبغيش كتبغيش تحل ليا. المهم، غندير فيها هاد لي زيبيس، هما سبعه. انتما كندير معلقه قد هكا او اكثر، لان عندنا غير هاد البهارات، ما عندنا حتى حاجه اخرى. غنزيد، يعني غنكثر فيه. ودابا غنشعل عليها وغنخليها، غنخليها وغنساها وغنديرها على مهل على عافيه خفيفه. ها هي، غادي نحرك غير هاد البهارات باش يدخلوا الملحه وكل شيء. ها انتم كي كتشوفوا معايا، بلاتي نقربها لكم لان ما بيناش مزيان، كنظن هكا باينه. هما البهارات كلهم تخلطوا مع بعض، وغنخليها على الماء قلي تنا الماء على عافيه نار خفيفه، وغنخليها هكا. هنا زدت فيها واحد شويه ديال الخرقوم البلدي ديالنا وشويه سكنجبير، يا نورمالمون كدير غير بهذيك السبع بهارات، والسبع بهارات راه فيها كل شيء اصلا، فيها القرفه، فيها حب الهيل، فيها كل شيء كل شيء. دابا المهم البنات، دابا انا غنبقى نقلب فيها، هي بدات كتطلق في الماء ديالها البصله، والدجاج بدا كيطلق في الماء تاعو، وغنخليها هكا مره مره، غنحرك غنخليها هكا وغنسد عليها. الرز ديالي ها هو منقوع في الماء، ما غاديش نديرو دابا، غادي ندير الرز اللي مقلي في الشعيري على الطريقه الشرقيه، غنوريكم حتى هو كيفاش. راه كنت درت واحد المره فيديو على الرز، باش كيفاش يخرج لكم الرز على الطريقه الشرقيه مقاد وزوين. المهم البنات، انا درت هذا بالطيب، غنوريكم واحد السموسي اللي كنشربو مع الصباح، هذا فيه حبه نص خياره او ربع خياره، فيه نص بنانه، ولا عندك اي فاكهه ثانيه ديريها فيه، ودرت فيه معلقه ديال الخرطان او الفلوكون دافوان. هذا واش باش كنفطر مع الصباح الا ما كليت لا خبز لا والو، هذا ودرت فيه وفيه الحليب فيجيتال ديال الروز. اللي ما عندوش الحليب يدير غير الماء، من الاحسن ما يديرش الحليب تاع البقر، هذا راه كيجي رائع وبنين وصحي. هادو كيتسماو ساسا سان جو ديتوكس، مزيان كينقي المعده، كينقي الكبده، كينقي كل شيء. انا ضروري عندي كاس في الصباح تاع هذا، الا ما شربتوش كنحس هو والحامض، نص حامضه كنديرها في الماء تاع المدافي ونشربها، وهذا الا ما درتش هاد الجوج بحال ناقصاني شي حاجه. المهم، انا نرجع لكم.
انتما البنات هيا شفتو كي كان كي طلقات الماء ما درت فيها حتى نقطه ديال الماء. هيا البصله كتعسل مع الدجاج وما فيها حتى نقطه تاع الماء. سمحوا لي انا كنحرك بايد وكنصور بايد. شفتو هاد الماء اللي غطيب فيه غيطيب فيه الدجاج، الماء تاع البصله والماء ديالو هو مع حتى هو تاع الدجاج كيطلق الماء طبعا على نار هاديه، وخلوه عطوه وقته يطيب مزيان. ها هو راه كيجي في الحقيقه من اروع ما يكون، كيجي غزال، غير جربوه وساهل. يعني كديروا البصله وديروا البهارات وصافي تسدوا. هانتوما انا دايراه على اربعه ناقص، انا غنرجع نغطي عليه ممكن نخليه يكمل طياب. هانتوما وي تي بي بوغ كافي البنات، حطيت شويه الزيت هنا جه تقريبا جوج معالق كبار تاع الزيت او اكثر. درت فيهم هنايا الشعيريه الرقيقه هذه تقلى، ها هي كتقلى، نحمرها مزيان هنا زدت في العافيه باش غير تحمر ليا. غنحط الروز، ها هو تخلوها تحمر. هذا داك الرز بالشعيريه هو اللي كيرافق هاد الدجاج، ها هو كنحمر فيه. الماء عندي طايب واجد، ملي غتحمر ليا هاد الشعيريه مزيان غنزيد عليها الروز. عندي انا هاد اش كيسموها ليتوال دانيس، ما عرفتش سميتها بالعربيه، هادي كنرميها فيها باش تطلق واحد البنه، هي كتطلق في الروز واحد البنه رائعه. كندير فيها غير هادو. دابا من بعد ما تحمرات عندي الشعيريه هكا غنزيد الروز. ها هو الروز حيدت منه الماء، قطرته مزيان كي قلت لكم البيله راه كان مغسول. ها هو غنزيد الروز، كتسمعوا ديك التشنشينه؟ ها هو الروز هنا، غنحركو مع هاد الشعيريه، راني زايده على النار. ها هو تا كنخلط هاد الشعيريه مزيان مع الروز. انا درت غير شويه لان ما كاين غير انا وراجلي ولدي ما كاينش. ها هي وكنخليه دابا، كنخليه هكا حتى كتحس بلي بدا كيتلصق. اللي كنزيد هنا هانتوما البنات الدجاج ديالنا، انا غنوريكم كيفاش ولا. شوفوا شحال تاع الماء ولا فيه، شفتوا ما درت فيه ولا نقطه الماء ولا نقطه الزيت. بلاتي غنحيد هكا باش نوريكم احسن. هانتوما البنات مني بدا كيتلصق عندي الروز هكا، دابا اللي غنزيد الماء، الماء طايب يكون، ها الماء طايب. ها غتا كيتغطى شويه الرز وصافي. انا كندير عيني ميزان، ما كنعرفش صراحه المقادير. ها هو كنحرك مزيان لان خليته لصق، مني حركته مزيان من بعد غنزيد فيه شويه الملحه. فوالا دابا غنقص عليه، غنخليه حتى يبدا يغلى. ملي ها هو بدا كيغلى هكا غنقص عليه العافيه هكا. انا كنت دايره على 6، دابا غنقص. قص درتو على 3، غادي نغطيه وغنخليه يطيب على خاطرو. شوفوا البنات الدجاج كيف قلت لكم، شفتوا شحال طلق تاع الماء، شفتوا وما زدت فيه لا نقطه الماء ولا نقطه الزيت. طاب في الماء تاعو وفي البصله اللي درت جوج بصلات، واللي كيبغي البصله راه يقدر يكثر ماشي مشكله. هانتوما البنات شحال تاع لاصوص طلق، في الحقيقه ريحته كتحمق، ريحته كتحمق. هانتوما شحال تاع الماء طلق البنات، شفتوا دابا هو تقريبا الدجاج راه عندنا واجد. غادي غنخليه على نار مهيله باش يبقى سخون صافي، ونغطي عليه. الروز ها هو نقصت عليه مزيان، غادي غنغطيه، ضروري تغطى الروز. الا ما غطيتيش راه داك البخار تاعو كيمشي وما كي ما كيبقاش ما كيشدش راسو. المهم غادي نغطيه ونرجع لكم. هانتوما البنات الطبق كيف كيتقدم، الروز والروز جا تبارك الله حبه حبه. هانتوما كي كتشوفوا فيه
والدجاج طيب مزيان والبصله معسله مزيان وفيه لاصوص كفايه، وكيجي في الحقيقه رائع وبنين. نتمنى تجربوه وتقول تعطوني رايكم فيه. واللي اطاب نقول ليه بالصحه، بون ابيتي، وما تنساوش ديروا لايك الفيديو اللي عجبكم وتبارتاجيو، ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم. مع السلامه.